السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تلاميذ الصف الخامس، أهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية. درس اليوم هو المشروع الخاص بتصميم صفحة فيسبوك أو تويتر عن تراث مصر القديم. ولكن قبل شرح الدرس، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد. سوف نقوم اليوم بشرح المشروع وتنفيذه. المطلوب عمل صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي سواء فيسبوك أو تويتر عن تراث مصر القديم. نشاط واحد، تراث مصر القديم. ألف، ابحث عن أشهر الأزياء التي تعبر عن تراث مصر القديم واكتبها وارسمها. أشهر أزياء مصر القديمة اللي بتعبر عن تراث مصر هو أكيد الزي الفرعوني. ده شكل الزي الفرعوني. ب. ابحث عن أشهر الأكلات التي تعبر عن تراث مصر القديم واكتبها وارسمها. يا ترى إيه أشهر الأكلات اللي بتعبر عن تراث مصر القديم؟ الملوخية والسمك المملح أو المقصود به الفسيخ، وده عرفوه المصريين القدماء. دي صور للملوخية والفسيخ، أنت طبعا هترسمهم رسم. نشاط 2، ابحث عن المناسبات العامة وكيفية الاحتفال بها قديما والتي تعبر عن تراث مصر القديم. هتبحث عن أهم المناسبات العامة وإزاي المصريين احتفلوا بها قديما. هنختار شم النسيم. عرف المصريون القدماء الاحتفال بشم النسيم في احتفال رسمي كبير. كان القدماء المصريون يجتمعون أمام الواجهة الشمالية للهرم قبل الغروب ليشهدوا غروب الشمس، فيظهر قرص الشمس يميل نحو الغروب مقتربا تدريجيا من قمة الهرم حتى يبدو للناظرين وكأنه يجلس فوق قمة الهرم. ظهر السمك المملح في الاحتفال بعيد شم النسيم، إذ أظهر المصريون القدماء براعة شديدة في حفظ الأسماك وتجفيفها وصناعة الفسيخ، واعتبروه رمزا للخير والرزق، وتناوله في تلك المناسبة يعبر عن الخصوبة والبهجة المصاحبة لموسم الحصاد. ده شكل من أشكال الاحتفالات اللي بتعبر عن تراث مصر القديم. نشاط 3، ابحث عن خطوات إنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي. عندي الفيسبوك وعندي التويتر، ايه خطوات انشاء مثلا صفحة فيسبوك؟ هتنتقل الى فيسبوك، بعد كده هتدخل الاسم، بعد كده تاريخ الميلاد، وبعد كده رقم الهاتف المحمول اللي هتسجل بيه او بريد الكتروني بدلا منه، بعد كده هتحدد الجنس ذكر او انثى، وبعد كده بتختار كلمة سر وتضغط على التسجيل. بكده تقدر تعمل صفحة على الفيسبوك. أما على تويتر، الشاشة الأولى بتقوم بإدخال اسم لحسابك بالإضافة لتاريخ ميلادك ورقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني. بعد كده هيطلب منك التحقق من رقم تليفونك قبل أن تتمكن من متابعة التسجيل. وأخيرا سيطلب منك إنشاء كلمة مرور فريدة لحساب تويتر الخاص بك. دي طريقة إنشاء صفحة على الفيسبوك وطريقة إنشاء صفحة على تويتر. نشاط 4، التخطيط للمشروع. المطلوب إنشاء صفحة على الفيسبوك أو تويتر عن تراث مصر القديم، على أن تتضمن الأزياء والأكلات والمناسبات العامة وكيفية الاحتفال بها والأغاني والموسيقى والأماكن التراثية من خلال نماذج من الصور والفيديوهات والمقالات والتسجيلات الصوتية التي توضح هذا التراث. اتبع الخطوات الآتية مع مجموعتك للتخطيط للصفحة. كده عرفنا احنا محتويات صفحة الفيسبوك اللي احنا هنعملها هتتكون من ايه. اولا هنخطط للصفحة باختيار اسم المجموعة اللي هتنفذ مجموعة الظهور او اي اسم انت هتكتبه. قائد المجموعة احمد او حسب قائد المجموعة اللي عندك. جيم، شعار الصفحة واسمها تراث مصر القديم، والشعار هيكون أهرامات الجيزة. دال، اختيار المهمة. عندي 6 مهمات، هختار واحدة فيهم، جمع صور ولا جمع فيديوهات
ولجمع معلومات وكتابة مقال، ولا تجهيز الشعار والصورة المعبرة عنه، ولا تجهيز الصفحة وتحديد المسؤول، ولا تجهيز إعلان ودعاية للصفحة. إحنا اخترنا جمع معلومات وكتابة مقال عن تراث مصر القديم. ها، قسم المهمة التي تم اختيارها إلى مهام صغيرة ووزع دور كل فرد للمجموعة. إحنا اخترنا المهمة الثالثة اللي هي جمع معلومات وكتابة مقال. المهمة دي هنقسمها لمهام أصغر ونوزع الأدوار على كل فرد بالمجموعة. المهمة جمع المعلومات، المسؤول عنها حسن، موعد التسلم يوم الأحد. المهمة الثانية كتابة المقال، المسؤول عنها محمد، موعد التسليم يوم الثلاثاء. المهمة الثالثة تنسيق ومراجعة المقال، المسؤول حنين، موعد التسليم يوم الأربعاء. المهمة الرابعة رفع المقال على الإنترنت، المسؤول بسمة، موعد التسلم يوم الخميس. قسمنا المهمة الأساسية إلى مهام صغيرة. واو، مراجعة وتقييم ما تم والذي لا يزال ناقصا. ما تم اللي خلص، جمع الصور وكتابة المقال وتنسيقه، جمعنا المعلومات والصور وكتبنا المقال ونسقناه. الناقص رفع المقال على صفحة الفيسبوك، ده اللي لسه ما اتعملش، ان احنا نرفع المقال على صفحة الفيسبوك، زائد تجهيز ما تم ترتيبه لنشر الصفحة على الانترنت. تنفيذ المشروع هنطبق الخطوات اللي احنا قلناها مع بعض وتنفذها عمليا على صفحة فيسبوك. بكده نكون انتهينا من عمل المشروع وتحديد الخطوات وتجهيزه. ما عليك هو تنفيذ على أرض الواقع. بكده أكون انتهيت من شرح الدرس وحل التدريبات. ما تنسوش تشير الفيديو عشان يوصل لزمايلكم. شكرا لكم.